والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المناسبة المشرفة التي احتفلت، نعم ترى في تشويش طبعا من عند مين؟ ربما ماشي. دكتورة حوري شيلك سماعة التشويش من عندك طلع، وافتحي المايك من جديد. إذا في مجال بدون سماعة وافتحي المايك دكتورة. هيك دكتور؟ من عندك التشويش، شلت السماعة ربما التشويش بسببها. دكتور جيد؟ الصوت واضح بس التشويش موجود من عندي. السماعة، سبب السماعة، افصل السماعة عن الجهاز. أظن إنه التشويش من الحاسوب. ما بعرف، المهم التشويش من الجهاز اللي عندي. تفضل يا عكلين، الصوت واضح بس علي صوتك شوي بيوضح الصوت. عفوا دكتور، عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالضيوف الكرام وأرحب برئيس جامعة سليمان الدولية الدكتور مصعب الجمل. أتقدم في هذا المحفل العلمي، أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مصعب على جهوده الكبيرة التي بذلها لإحياء هذا المحفل العلمي في وقته المناسب والذي تزامن مع اليوم العالمي للغة العربية. أردت أن أبدأ افتتاحنا لهذه الجلسة بهذا المقطع البيتي حول اللغة العربية. قال أحد الشعراء: غازلتها فتبسمت ولحقتها بتبسمي، وكتبتها فتزين مثل السماء بالأنجم، وقرأتها فترنمت، شد يفوق ترنمي، شدوا عفوا يفوق ترنمي لغتي، ويكفي أنها يسري هواها في دمي. اللغة العربية هي هوية كل عربي في الوطن، في هذا الوطن الشاسع الذي الوطن الشاسع الذي يمتد من العديد من في العديد من القارات في هذا العالم من شرقه إلى غربه. اللغة العربية تعد من أهم اللغات المنتشرة في العالم، سواء العالم العربي أو العالم العوالم الأخرى. اللغة العربية أثبتت أهميتها سواء في الوطن العربي أو في الأوطان الأخرى، كما أثبت يعني رواد أو مهتمين باللغة العربية أثبتوا أهمية هذه اللغة كلغة، لغة علوم ولغة فن ولغة ثقافة ولغة كل العلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو في شتى المجالات في الحياة. نرحب في هذه الجلسة بالدكاترة الأعزاء من شتى البلدان العربية والإسلامية. نرحب أولا بالدكتورة أمال، الأستاذة أمال أيت ليلى، هكذا اسمك دكتورة. الدكتورة أمال باحثة بسن الدكتورة تخصص اللسانيات من جامعة محمد الخامس بالرباط. عنوان مداخلتها: اللغة العربية والأمن اللغوي في المغرب. تفضلي أستاذة أمال، وأرجو أن تقدمي نفسك، ربما هناك ما تقدمي أو لم عارفين بنفسك ومدخلك. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا لك دكتورة. أمال أيتينا، طالبة باحثة الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط تخصص لسانيات،
وفي الآن نفسه أنا أستاذة اللغة العربية بالسلك الثانوي، الكاتبة العامة لشبكة القراءة بالمغرب فرع سلا. بداية أشكر جزيل الشكر كل الساهرين على هذا الحفل البهي الذي أقيم تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. وورقتي التي سأتقدم بها هنا تحمل عنوان اللغة العربية والأمن اللغوي في المغرب. سأتناول فيها موضوع الاستلاب اللغوي والمأزق الذي أضحت تعيشه اللغة العربية في مواجهة ما يسمى الأمن اللغوي، خاصة أن اللغة وعاء الفكر وترجمان الثقافة والحضارة لكل متكلم بلسان ما. ولمناقشة هذا الإشكال سأحاول إلقاء الضوء على ملامح الأزمة اللغوية في المغرب. سأنطلق في البداية من اللغة العربية باعتبارها هوية وحضارة إلى رصد الاختلالات التي تهددها في الواقع المغربي وأسبابها، ثم أخلص إلى الحلول المؤسساتية لحماية اللغة العربية وتقديم نماذج في تحقيق الأمن اللغوي. اللغة العربية كما تعلمون أن هوية وحضارة، فكما تعلمون أن اللغة تشكل هوية كل جماعة تتكلم بها وروابط تماسكها الاجتماعي. صحيح أن الاختلاف والتمايز سنة من سنن الكون، لقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وفي الاختلاف نعمة تكسر الرتابة وتمنع الحياة من السكون، لأن التعارف والتعرف على الآخر في تمايزاته الفكرية والثقافية والمادية يطور وعينا بذواتنا ويكشف تمايزاتنا أيضا. فهذا التعدد يغني التجربة الإنسانية عموما والتجربة العربية الإسلامية خصوصا. لكن اليوم أصبح هذا الانفتاح اللغوي المتسارع الذي يبدو أن أمة العربية لم تحصل لسانها جيدا ضده يهدد بطمس الهوية عموما، وأخطر قولك هو اللغة. ويبدو أن الأزمة اليوم ليست أزمة اللغة العربية الفصيحة فقط، بل هي أزمة أنسب الهوية في مواجهة اللغة الأجنبية، والخوف أننا نتدرج لأن نصبح بدون لغة وبدون هوية كما حذر من ذلك الدكتور فاسي الفهري. ويمكن القول كذلك إن اللغة حق من حقوق المواطن، وعلى الدولة العمل على حماية هذا الحق، لأنه أيضاً يحقق الاستقرار النفسي والاعتزاز بالذات عندما يكون الوعي بها تاماً ومقبولاً. نتوقف للحظة عند الأمن اللغوي. ظهر هذا المفهوم لأول مرة مع عالم الاجتماع في علم الاجتماع النفسي ويليام لابور، حيث تعامل مع التقسيم الطبقي الاجتماعي للمتغيرات اللغوية. وتتلخص ظاهرة موت أو انقراض لغة ما في تراجع عدد متكلميها الذي لا يجاوز 1000 سنة، وهي ظاهرة تتزايد باستمرار وتهدد كثيرا من اللغات نتيجة انتشار العولمة والنزوع للاختزال الدالي وسيادة نظم الرموز والشفرات العلمية المختصرة، زيادة على هجوم اللغات العالمية الأساسية وانخراطها في سباق استقطاب المتكلمين من نظم لغوية أخرى. إنها حرب لغوية تستخدم فيها كل الإمكانيات والأسلحة، لا مجال فيها للمتخلفة عن الركب. ولا ننسى أن موت لغة ما هو موت نمط معين من الثقافة ورؤية خاصة للعالم تبلورت عبر قرون. ونصل الآن إلى واقع اللغة العربية في المغرب، ونقدم بعض الاختلالات التي تهدد اللغة العربية. أولاً، بين لغة التعليم وتعليم اللغة. بدأت لغة التعليم تطرح بحدة بعد حصول المغرب على استقلاله من الاستعمار الفرنسي الذي كان يفرض اللغة الفرنسية في التعليم إدام الاستعمار. وظل التجارب بين الدفاع عن توظيف العربية لغة للتدريس من أجل تعزيز الهوية المغربية، وبين الدفاع عن الاستمرار بتوظيف اللغة الفرنسية من أجل تحقيق الانفتاح، لأن اللغة العربية غير قادرة على أن تكون الأداة الفعالة لاكتساب المعارف وتوسيع آفاق المتعلمين. وبعد سنوات سيتم اتخاذ قرار التعريف واعتماد اللغة العربية وسيلة
للتدريس ومادة تدرس أيضا. لكن هذا الاختيار رغم أنه ساهم في تقوية وعي المغربي بذاته وهويته سيتسبب في ظهور مشاكل تتمثل فيما يلي: أولا، عدم بلوغ درجة إتقان اللغة العربية بسبب ضعف نوعية التعليم والوسائط الموظفة فيه بما فيها الكتاب المدرسي. ثانيا، اللغة العربية ليست لغة تدريس في الأسلاك التعليمية جميعها، ففي التعليم الثانوي والعالي تتراجع لصالح اللغتين الفرنسية والإنجليزية. ثالثا، إبعاد اللغة العربية عن مجال التفاعل مع العلوم الحديثة المختلفة في التدريس والبحث والتأليف والترجمة. رابعا، عدم اعتماد عدد من مدرسي اللغة العربية على الفصحى خلال تدريسهم للأسف، وعدم اهتمامهم بتقويم وتصحيح أخطاء المتعلمين اللغوية أو تشجيعهم على التحدث بالعربية الفصحى. أما واقع اللغة العربية في الحياة العامة فلا يختلف عن ذلك، رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة المغربية، إلا أننا نلاحظ مظاهر استيلاب لغوي واضحة. ومن أمثلة ذلك هيمنة اللغة الأجنبية في التواصل. هناك عبارة فصيحة ليس لها مقابل بالدارجة المغربية، ومع ذلك يستعمل المواطن مقابلها بالفرنسية بدل العربية الفصحى، مثل بطاقة التعريف الوطنية لاكارت ناسيونال أو الصيدلية الفارماسي، وغيرهما كثير مما يستعمل في البيت مع الأطفال، في المقهى، المخبزة، في الشارع، وحتى في بعض الاجتماعات الجامعية. فهو استيلاب ثقافي ووجودي يعكس واقع اللغة العربية التي يفضل عليها أبناؤها لغة مولير. طيب، هذا الواقع المغربي سيؤدي إلى بعض الظواهر، بعض المواقف السلبية لبعض المشغلين من المكونين باللغة العربية، وهيمنة اللغة الأجنبية لغة عمل، ثم شيوع الأخطاء اللغوية في وسائل الإعلام بما فيها القنوات الرسمية، وميل عدد من الأدباء إلى استعمال لغة بسيطة تتخللها مفردات وعبارات من الدارجة. لكن نتساءل الآن، ما هي أسباب هذه الاختلالات؟ أولاً، على مستوى البحث العلمي، فرغم وجود مؤسسات أكاديمية للبحث في المجال اللساني وفي قضايا اللغة، إلا أن نتائج أبحاثها لا تنعكس على تطوير وضع اللغة العربية للتخلص من النقائص الآتية: أولاً، غياب معاجم عصرية، فالمعجم اللغة العربية في المغرب كغيره من البلدان العربية لم يخرج من ثوبه القديم منذ القرن الرابع للهجرة. ثانياً، كتب تعليمية غير جذابة، فالكتب الحالية تتضمن دروساً لا يوظفها المتعلم مثل إعمال مصدر وإعمال اسم الفاعل واسم المفعول، وهي دروس صعبة الاكتساب بالنسبة للمتعلمين، إضافة إلى عدم وظيفيتها حتى في مسارهم الدراسي. وبهذا يضرب مبدأ تيسير تعليم النحو الذي أقرته المجامع اللغوية العربية. ثالثاً، عدم استثمار نتائج البحث اللساني، فقد تطورت الأبحاث اللسانية في مجال اكتساب اللغة وتعليمها بشكل مستمر، واليوم اللسانيات المعرفية في تفاعلها مع علم النفس المعرفي والبرمجة اللغوية العصبية تقدم إمكانات مهمة في مجال تعليم اللغة، لكن للأسف لا تستثمر لتقوية مكانة اللغة العربية. ولكن ما واقع اللغة العربية على مستوى التشريع المغربي؟ ينص دستور المملكة المغربية على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها حسب الفصل الخامس من دستور 2011. هذا الفصل هو إقرار بواقع ريادة اللغة العربية في المغرب الأقصى على امتداد 12 قرناً، إقرار دستوري يأتي في ظل مفارقة تتمثل في تراجع هذه اللغة في كل القطاعات الحيوية للدولة من اقتصاد وإدارة وتعليم وإعلام، حيث تزداد الحرب على العربية بقيادة الفرنكوفونية وأنصارها على العديد من المستويات الفكرية والسياسية والثقافية والإعلامية بدعوى تحديث البلاد وإخراجها من حلقة التخلف، ثم حرب من جهة أخرى بقيادة اعتماد الدارجة في وسائل الإعلام وحتى لغة للتعليم بدعوى أنها الأقرب وجدانا إلى المتعلم. وقد أثار مشروع القانون الذي يسعى إلى اعتماد تدريس المواد التعليمية بالفرنسية
جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والثقافية المغربية، نتجت عنه عريضة أعلن عنها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في بيان له، وضمت توقيع أكثر من 150 شخصية سياسية وأكاديمية، من بينها الدكتور بسام حنيش ومولاي محمد خليفة. الآن ما هي الحلول المؤسسات التي يقدمها المغرب من أجل حماية اللغة العربية وتحقيق أمنها والنهوض بها؟ أول حل قدمته المملكة هو تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتستمد هذه الأكاديمية مشروعيتها من الإرادة الملكية التي تتطلع إلى التحديث والرقي المبني على تكوين روافد الأصالة واستثمار المستجدات للتفاعل في المجتمع الدولي، وذلك من خلال سياسة لغوية واضحة مبنية على تملك اللغات الأجنبية وتملك اللغة الرسمية في الدستور وتعزيزها وتطويرها. وقد تأسست هذه الأكاديمية وفقا ظهير شريف سنة 2003 وكلفت بمهام كثيرة ربما نأتي على ذكرها خلال المناقشة. في نهاية ورقتي أحاول أن أقدم حلولا ممكنة. من الحلول الممكنة مثلا في مجال التعليم، لابد من إعادة النظر في المقررات الدراسية والتركيز على قضايا تهم في انتباه وحماسة المتعلم. كذلك لابد من إلغاء هذا ما يمكنه لنا من نقرر عندما صار أسمع صوتا آخر، أعلم هل هناك مداخلة أخرى؟ تفضلي دكتورة تابعي. شكرا. قلت من الحلول الممكنة في مجال التعليم إعادة النظر في المقررات الدراسية والتركيز على قضايا تهم وتثير انتباه وحماس المتعلم. كذلك لابد من إلغاء دروس لغوية غير وظيفية لن يوظفها المتعلم في إنتاجه الكتابي. الحل الثاني هو أنه ينبغي أن تقوم المؤسسات العلمية والمعاهد اللغوية بإنتاج المؤلفات باللغة العربية أو العمل على ترجمة الأجنبية إلى العربية في المجال العلمي والتقني ونشرها على شبكة الإنترنت من أجل التعميم والنشر. والحقيقة أن معهد تنسيق التعريب بالرباط أصدر أزيد من 40 من المعاجم المتخصصة التي تضم مصطلحات القطاعات المتعددة، منها المعجم الموحد لمصطلحات الطب الباطني باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية سنة 2020. الحل الثالث هو أنه يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تكون أكثر فاعلية وتشكل قوة ضغط على القرارات السياسية المتعلقة بمصير اللغة العربية. صحيح أن تأسيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية كان على يد نخبة من المثقفين الغيورين على لغة الدار، ولكن مجهوداتهم ونضالاتهم لم تحقق الشيء الكثير حتى الآن، ولازلنا نأمل الأفضل. توصية أخيرة وهي أنه يمكننا أن نستفيد من التجربة العربية الإسلامية الرائدة، فقد برز العلم المكتوب بالعربية تاريخيا بشكل مبدئ ابتداء من القرن الثاني الهجري عندما شرع العلماء العرب والمسلمون في ترجمة مختلف المعارف المكتوبة باليونانية واللاتينية والفارسية والهندية، فتملك العلم العربي العلم الأجنبي وتأثر به وأبدع فيه، وأصبح العلم العربي كونيا بفضل حركة ترجمة كثيفة وتقاليد علمية متنوعة الأصول واللغات والديانات. ختاما أقول إن اللغة مرآة الفكر، ولسان كل أمة يعبر عن تصورها للعالم وعن مراكمته من موروث ثقافي على امتداد قرون. فاللغة هوية وليست مجرد معجم وصرف وترفيه، وكل أمة تفقد لغتها الأم فهي تفقد هويتها. صحيح أن الوضع اللغوي في المغرب يعيش حالة أخذ ورد بين اللغة العربية الرسمية وبين اللغات الأجنبية التي يحاول أنصارها فرضها مقابل إقصاء اللغة الرسمية، ولكن جهود الغيورين على لغة الضاد لا زالت مستمرة في الدفاع عنها وحمايتها. وإن كان المطلوب اليوم هو
هو الانتقال من الدفاع السياسي إلى البحث العلمي الرصين الذي يثبت جدارة اللغة العربية وقدرتها على استيعاب المستجدات العلمية والتقنية والتعبير عنها بلسان فصيح. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا الحفل البهي. جزيلا دكتورة أمال على هذه المداخلة القيمة جد قيمة التي أعطيتنا من خلالها صورة الوضع العام للغة العربية في المغرب. حقيقة بحثك شمل العديد من الحقائق المهمة الواقعة في المغرب بصفة خاصة وفي المغرب العربي بصفة عامة. يمكن إسقاط هذا الواقع الذي تعيشه، يعني الواقع الذي تتميز به اللغة العربية أو ما يدور حول اللغة العربية في المغرب. في المغرب عندكم مثل حالنا في الجزائر، يعني نفس نستطيع القول أن نفس المشكلات، نفس الوضع، نفس العوائق التي نعاني منها في الجزائر، كذلك بالنسبة للجهود الجبارة التي عملت عليها الحكومة المغربية من أجل الحفاظ على الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية وإعطائها المكانة التي تليق بها. اللغة العربية والأمن اللغوي في المغرب، من مداخلة من إعداد الأستاذة أمال أيت قليلة. بشكي جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة التي أتحفنا بها. ننتقل الآن إلى السودان، جامعة البحر الأحمر، الأستاذ عوض عبد الجليل أبو بكر بن محمود. أستاذ عوض عبد الجليل، أظن إنه الجلسة فيها إلا الدكتورة أمال والدكتور عمر. أستاذ عمر، هل أستاذ عمر؟ أظن إنه لا، ممكن لا يسمعنا. الدكتور إبراهيم برمة أحمد من تشاد. الأستاذ دكتور إلهام إبراهيم عم حسين يحاول يدخل بشير، الدكتوراه بس لسه ما دخل، كان حاضر خرج من المؤتمر وما عم يحاول الدخول، يكون معنا خلال لحظات دكتور إن شاء الله. الآن يعني بقيت إلا أنه نعم، في هذه اللحظات يمكن أن نناقش أنا بالأستاذة أمال ما تطرقت إليه في محاضرتها القيمة. فقط سؤال أستاذة أمال بخصوص اللغة العربية، واقع اللغة العربية كما قلت الآن، اللغة العربية ليست فقط لغة وإنما هي هوية. دكتورة أمال، بالنسبة للهوية، اللغة العربية كهوية في المغرب، ويعني بالموازنة أو من جهة أخرى للغة السلام عليكم الأمازيغية، ورحمة يعني الله تعالى بالتحديد بالنسبة وبركاته. للغات الأخرى. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. الدكتور فقط إلهام معتصم البشير. أستاذ، مرحبا دكتورة إلهام، مرحبا الدكتور إلهام مرحبا دكتورة معتصم البشير، إلهام، أهلا وسهلا دكتورة معتصم إلهام، البشير من السو معتصم البشير من السودان، مرحبا. أيوه. أنت تسمعيننا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، نعم بسمعكم. تفضلي دكتورة معنا. السلام عليكم بمختلف دقيقة بمختلف فقط دكتورة إلهام، دقيقة فقط نعم دكتور، دقيقة فقط أقدم لك الكلمة. الدكتورة إلهام معتصم البشير، كلية آداب جامعة الخرطوم. دكتورة شاركت في بحث عنوانه تقييم تجربة معهد الخرطوم الدولي اللغة العربية في السودان واستخدام الطرق الحديثة في التدريب الدولي، وهي أستاذة مساعدة بكلية آداب جامعة الخرطوم. تفضلي دكتورة إلهام. بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمختلف ألغابكم العلمية ومسمياتكم ومغاماتكم الرفيعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكم التحية والتجلى لكم القائمين بالمجتمع والسيد الرئيس أمر والسيدة رئيسة الجلسة. المداخلة في تحتي تقييم الحديثة للتدريب اللغوي للناطقين بغير اللغة العربية. جاءت الدراسة كالآتي: الهدف والمنهجية عن اللغة العربية، التعريف باللغة العربية، الهدف من إنشاؤه، الطرق المستخدمة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تقويم التجربة على الحدث الفصول الدولي للغة العربية للناطقين بغيرها من خلال استخدام الطرق الحديثة لتعليمها. المنهجية: اعتمدت المنهجية على المنهج التاريخي والوصفي. مقدمة عن اللغة العربية: ارتفعت الآن النداءات للاهتمام بنشر اللغة العربية في كل بلدان العالم غير الناطقين بها، حيث وجد صدى واسع نسبة للتواصل البشري والتقدم التكنولوجي والتداخل بين الأمم للأغراض المختلفة. لذا بذلت محاولات متعددة لتعلمها بالجامعات والمراكز، وأنشئت معاهد خاصة لتعليمها في السودان وفي مختلف الدول العربية. بدت هذه التجربة الأولى في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الخرطوم في كلية الآداب سنة 1964، ولكنها توقفت لأسباب نشاطها مرة أخرى. ثم تابعها معهد الدولي للغة العربية، وتفرد معهد هذه اللغة العربية هو واحد من مؤسسات التعليم العالي السودانية، وهو يتبع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وله شخصية اعتبارية إذ يهتم باللغة العربية للناطقين بغيرها في السودان وبقية الدول العربية. قبل ورد الفكرة بتاعت إنشاء المعهد في عام 1972 لرغبة من حكومة السودان لحل مشكلة التداخل اللغوي، خاصة أن السودان بتحيط به 9 دول أفريقية، وهو معبر لكثير من الدول الإفريقية. الهدف من هذا المعهد حل مشكلة التداخل اللغوي في السودان، التعريف بالثقافة العربية والإفريقية التي ظلت هدفا محوريا للمعهد، تلبية رغبة الجامعات الأجنبية لإعداد متخصصين في مجالات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تدريب وتأهيل عدد من الأساتذة المتخصصين في المجالات الأخرى، اختيار الوسائل التعليمية وإنتاجها واستخدامها، إجراء البحوث والدراسات العلمية المتصلة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، استنباط طرق علمية لكتابة اللغات غير العربية بالأحرف العلمية بالأحرف العربية. بدأ نشاط المعهد في 1964 وتخرج منه حتى عام 2014 ما يقارب من 40 فوجا من 65 دولة أفريقية وعربية وآسيوية، وعدد الدارسين ما يقارب من 4000 دارس. استخدم المعهد الطرق الحديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، اهتم بمهارات الكلام والتدريب على القواعد اللغوية وتراكيبها والربط بين الجمل والأشياء، إضافة إلى تزويد الطلاب بقواعد اللغة العربية استخدام اللغة القواعد النحوية.
العربية طريقة القراءة وسيلة اتصال رئيسية لتعليم النمو اللغوي، مصدر لنمو شخصية الفرد، تعليم وتدريب الطلاب على المهارات الصوتية، استخدام الطريقة السمعية والشفهية باعتبار أنها لغة أساسية. بيحتوي البرنامج حق المنحة ذاته على 49 مادة موزعة هذه المواد على 8 فصول دراسية. بدأ هذا النشاط بتاعه بدبلوم عالي ثم ماستر. ما في صوت دكتورة، ما في صوت نهائي. تسمعوني؟ الصوت مسموع؟ تفضلي. لا الصوت راح. ما في صوت، انا سامعاكم غريبة. تفضلي. استخدم الوسائل الحديثة بتعليم وتدريب الطلاب بالإضافة إلى أنه دمج مجتمع الدراسة. أيوه. استخدم المعهد الوسائل الحديثة في تعليم وتدريب الطلاب بالإضافة إلى أنه دمج مجتمع الدراسة داخل المجتمع السوداني، أي الاحتكاك المباشر. تعاون المعهد مع كثير من الدول غير الناطقة بالعربية وفتح مجالات متعددة. تخرج من هذا المعهد ما يقارب من 4000 طالب أو دارس. فتح مراكز في نيجيريا وفي كينيا وفي الصومال. في جيبوتي وفي عدد من الدول الإفريقية الأخرى. عمل العديد من الدورات التدريبية للتأهيل والتدريس في كل من كينيا وجيبوتي والخرطوم. له العديد من الاتفاقيات الخارجية من خلال الطلاب من اندونيسيا ومن الصين. وجدنا انهم بيتحدثوا اللغة العربية. وذكر طالبة ماليزيا انها حضرت للسودان لتعلم اللغة العربية وانها تعتبر انها اللغة العربية مهمة. في جميع أنحاء العالم. نمرة واحد. نمرة اثنين. استفاد من كل الخريجين اللي تخرجوا من معهد الخرطوم الدولي للغة العربية في إنشاء في البلدان المختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر الدكتورة إلهام على هذه المداخلة. كانت جهود السودان ومعهد الخرطوم
ومجهوداته الجبارة في الاهتمام باللغة العربية ونشر اللغة العربية في السودان بالأخص والخرطوم، السودان بشكل عام والخرطوم بشكل خاص. نرجو من الدكتورة إلهام أن تزودنا بالمداخلة الكاملة لكي نستفيد بها ويستفيد بها كل المهتم باللغة العربية في إفريقيا خاصة. الآن مع الدكتور إلهام، الدكتور عوض عبد الجليل، عوض عبد الجليل أو الدكتور أستطاع يدخل على الوصلة لكن النت عنده ما ساعة. إبراهيم بورما عم يحاول يدخل، صار وكثير حاول وما عم يقدر يدخل نهائيا، ما بعرف شو السبب. كان الدكتور إبراهيم بورما والدكتور حاجة حاجة فلمتا. الدكتورة فلمتا كانت موجودة بس ما بعرف وين طلعت، حاليا هي موجودة. على كل نقاش وحوار بالمداخلتين السابقات ريثما يدخلوا الباحثين الآخرين. دكتورة نعم، قبل قليل كنت أتناقش مع الأستاذة أمال التي أتحفتنا ببحثها الرائع والقيم حول اللغة العربية والأمن اللغوي في المغرب، أثارت نقاط مهمة حول الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة المغربية والمراكز والجامعة المغربية في الاهتمام باللغة العربية كلغة وطنية كلغة أم في المغرب، وكذلك تكلمت عن العوائق التي يعني تحاول أن يتجاوزها المهتمون باللغة العربية في المغرب، من بينها اللغات المنافسة للغة العربية أو اللغات التي حاولت أن تحتل المراتب الأولى على حساب اللغة العربية في المغرب. أنا طرحت على الدكتورة أمال، أو يعني ليس سؤال يعني بمصطلح أنه سؤال، ولكن مناقشة، ما محل اللغة العربية بالموازنة مع اللغة الأمازيغية؟ لأن هذا ما طرحته الآن هو الواقع عندنا في الجزائر، وهو ما بحثي الذي سأقدمه إن شاء الله يوم الأحد حول اللغة العربية والهوية في الجزائر. كذلك المغرب يعني تعاني من هذه المشكلة، اللغة العربية، وقع اللغة العربية واللغات أو اللهجات الأخرى المنافسة، وخاصة اللغة أو اللغة الأمازيغية المغرب بصفتها لغة، كذلك لغة الهوية المغربية الأمازيغية في شمال إفريقيا. تفضلي أستاذ أمان. أستاذ أمال الميكروفون أستاذ أمال. نعم نسيت. الهوية المغربية هي هوية مركبة. نعلم طبعا أن اللغة الأمازيغية تعيش جنبا إلى جنب مع اللغة العربية، يعني حقيقة ليس هناك أي صراع بين اللغة الأمازيغية واللغة العربية، حتى إن وزارة التربية الوطنية المغربية أدخلت اللغة الأمازيغية مادة تدرس للتلاميذ منذ الابتدائي. الأمازيغ عادة يتحدثون الأمازيغية شفويا، لكن طورت هذه المرحلة إلى أن يتعلموا كيف يكتبونها بتيبينا، احتراما للأمازيغية باعتبارها مكون مهم جدا من مكونات الهوية المغربية. صحيح أن اللغة العربية هي لغة المراسلات الإدارية، هي اللغة الرسمية، ولكن كما قلت اللغة الأمازيغية لها مكانتها ولها قيمتها. والدليل على ذلك أيضا أن تأسيس المعهد الملكي للغة الأمازيغية ورئيسه أمازيغي الأصول، يعني أنه متشبع ومتشرب تلك الهوية الأمازيغية. الحقيقة أن ما يهدد أمن اللغة العربية في المغرب ليس هو اللغة الأمازيغية كما قلت باعتبارها شريكة في الهوية المغربية،
ما يهددها هو اللغات الأجنبية، خاصة اللغة الإنجليزية ولغة الاستعمار القديمة كما نعلم اللغة الفرنسية. لماذا؟ لأن هناك اتجاه عند البعض أو عند بعض المثقفين للأسف يعتقدون أن التحدث باللغة الأجنبية دليل على التقدم، وهو الذي سيجعلهم يلحقون بركب التقدم وبركب العولمة حتى لا يفوتهم شيء منها، ويعتبرون أن اللغة العربية هي لغة تخلف. وطبعا هذا يطرح مشكل، لأنه حتى المقررات الآن في التعليم الثانوي وفي التعليم الجامعي تدرس باللغة الأجنبية إما بالفرنسية أو بالعربية. لذلك أقول أن ما يهدد اللغة العربية ليس الأمازيغية ولكن اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية. بالطبع أستاذ أمان. نعم أستاذ عمر، دقيقة فقط وأحيل لك الكلمة. أستاذ أمان، بالطبع اللغة الأمازيغية واللهجة الأمازيغية لا تشكل عائقا بتاتا بالنسبة للغة العربية، لكن فواقع ربما الواقع هذا لا يظهر في المغرب بحكم أنه الحكومة المغربية يعني تداركت الوضع، أو الشعب المغربي يعني حاول يعني تقبل اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية، يعني بالمقارنة بالجزائر هناك بعض الفئات الاجتماعية ترى أن يعني تفصيل اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية يهدد أمن يهدد أمن اللغوي، كما تطرقت الآن في عنوانك الأمن اللغوي باللغة العربية يهدد الوحدة الداخلية، يهدد أمور. هذه نظريات لبعض الأطراف التي ترى أنه ترسيم أي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، سواء كانت هذه اللغة لشريحة معينة في الجزائر، حتى وإن كانت هذه اللغة تحافظ على هوية لشريحة معينة أو تحافظ على، إلا أنها يراها أنه تهدد للوحدة الوطنية. هذه إشكالية مهمة جدا، أكيد سوف نتطرق إليها إن شاء الله في الجلسات يوم الأحد. مشكورة أستاذة أمال، وخاصة شكرا جزيلا على المصطلح المهم جدا وهو الأمن اللغوي. أكيد نحتاج إلى أمن للحفاظ على لغتنا ولمراقبة أي خواطر أو تهديدات لثوابتنا العربية التي تشكل ليست لغة فقط للتواصل وإنما لغة للوحدة، لغة للتطور، لغة للحفاظ على مكوناتنا وهويتنا الوطنية. الآن فقط الدكتور عمر، تفضل. دكتور عوض عبد الجليل موجود والدكتورة فلمة موجود الآن. دقيقة دكتور عمر طلب. الدكتور عمر طلب كلمة فقط، تفضل دكتور عمر. السلام عليكم دكتورة ريا ومان، اسم ضيفة طيبة مباركة. أنا معكم الدكتور رضا حامر من الجزائر. رضا حامر من الجزائر. مرحبا دكتور. حياك الله. حياك الله. في الحقيقة يعني الباحثة أمال أي تقليلة استفزتني في مداخلتها المعنونة باللغة العربية والأمن اللغوي في المغرب. حقيقة الأمن اللغوي هو مصطلح يعني أكاديمي غبي في الحقيقة، يعني لا يتماشى مع مفهومنا وثقافتنا العربية. نحن لا نعاني من أزمة أمن لغوي، لأن الأمن اللغوي مرتبط به هناك إشكالية تعاني منها اللغة الأم مع ممكن لغات أخرى تنافسها وتتصارع معها. معنى الأمن اللغوي يؤدي بنا إلى الصراع اللغوي، ونحن في الدول العربية لا نعاني من صراع لغوي، إنما نعاني من نوع من الانسجام بين اللغة العربية الأم واللهجات المصاحبة لها في كل دولة. مثلا على سبيل المثال أنا حقيقة زرت المغرب في الكثير من المرات، يعني زرت المغرب والتقيت عندي كثير من الأصدقاء في جامعة الرباط وجامعة بن مسيك بالدار البيضاء وجامعة فاس وجامعة مكناس، يعني زرت الكثير من الزملاء يعني حقيقة، وطرحت عليهم قضية اللهجات الموجودة في المغرب.
حقا هناك لهجات، هناك اللهجه الموريسكيه او الاندلسيه، وهي لهجه موجوده في منطقه فاس ومكناس. هذه نقطه. هناك لهجه اخرى تسمى اللهجه الحسانيه، وهي قريبه موجوده، هذه اللهجه موجوده في الصحراء، في الصحراء الغربيه، وموجوده ايضا في منطقه موريتانيا، خاصه في اقليم نواكشوط. الحسانيه وهي قريبه من منطقه ورزازات بجنوب المغربي، وهذه لهجه خاصه عندهم موجوده في الصحراء، الصحراء وفي جنوب المغرب. وهناك ايضا اللهجه الامازيغيه، او يسموها بقبائل الشلوحه او الشلوح، الذين عندنا نحن في الجزائر عندنا منهم في منطقه مثلا ممشى بتبسة، او في منطقه سكراس، او في منطقه خنشله، او ما شابه ذلك. هذه المناطق حقيقه تشبه اللهجه نتاعها لهجه الشلوحه في منطقه الريف المغربي، خاصه الريف المغربي ومنطقه الناظور وطنجه. حقيقه هذا اشكال كبير يعني في 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 المغرب، ومع ذلك ليس يؤثر، لم يؤثر سلبا على اللهجه او على اللغه العربيه التي هي لغه الام التي يتكلم بها كل المغاربه. يعني الأبغى مصطلح اخر يسمى مصطلح تخطيط كتخط لغوي، لكن هناك السياسه الملكيه في المغرب تدعم او تحمي اللغه العربيه، فهذا شيء جميل جدا. نحن ندعم هذه السياسه، ونحن نريد من الدول العربيه أن تحمي اللغة العربية وتوفر لها المناخ المناسب كبنوك المعرفة والبنوك العلمية والمعاجم، وحتى أيضا توفر لها حتى يعني الأماكن التي تحميها أكاديميا من ممكن بعض اللهجات التي قد تؤثر عليها في مثلا في ظهورها وبروزها على المستوى الإقليمي أو المستوى العربي. هذا إشكال يعني في حد ذاته، ونحن نثمن ما قالته الأستاذة الباحثة أمال أيت قليلة، ومع ذلك نحن نرى أن تكون هناك سياسة وإرادة سياسية من كل الدول العربية، ولا سبيل ذلك نعطيك مثلا المجمع اللغوي الأردني. أنا زرت المجمع اللغوي الأردني كثير من المرات، وقد أقمت معهم الكثير من المؤتمرات العلمية، آخرها كان سنة 2018، وقد سن المجمع اللغوي الأردني قانون يجرم استعمال العامية واللهجات الدارجة في بعض الأماكن العلمية والمؤسسات التابعة للدولة الأردنية مثلا، كالجامعات ودور الثقافة وما شابه ذلك، لأن اللغة العربية تعتبر شعار وسيمة الدولة وسيمة المجتمع، وبذلك هي صورة لكل مثلا لكل الأردنيين على سبيل المثال. وهذا قانون تشريع لساني أو قانون لساني يحمي اللغة العربية من هجمات اللهجات، وحتى هجمات اللغات مثلا اللغات الأجنبية كاللغة الفرنسية عندنا في دول المغرب، واللغة الإنجليزية في دول المشرق. حقيقة أشكر الدكتورة أمال والباحث أمال على ما قدمته لنا، ونحن حقيقة ندعم ونثمن ما جاءت به من مقترحات ومن توصيات في هذا المؤتمر، وبارك الله فيها، وشكرا جزيلا، وأعيد لك الكلمة دكتورة حورية ومان، بارك الله فيك. شكرا. شكرا دكتور عمر رضا، على هذه المداخلة القيمة ووجهة نظرك القيمة، وأكيد سأعطي الكلمة للدكتورة أمان على شوية أمان دكتورة على شوية لتجيب على ما طرحه الدكتور عامر دكتور أمال بعد قليل فقط. الآن مع الدكتور إبراهيم عوض عبد الجليل. إبراهيم بورما عوض عبد الجليل من السودان، جامعة البحر الأحمر. دكتور عوض تفضل. الدكتور عوض عبد الجليل أبو بكر محمدو مع بمعية الدكتور أحمد محمد أحمد، يعني من جامعة البحر الأحمر من السودان، شارك معنا بمداخلة عنوانها هجرات القبائل العربية من شبه جزيرة العرب إلى بلاد الإيجا في الصحراء الشرقية قبل الإسلام من منظور تاريخي فقط إلى بلاد. نعم، تفضل دكتور عوض. طيب السلام عليكم. عليكم السلام.
التأخير وآسف جدا، وآسف جدا للتأخير بسبب تقني. للآن ما الأمور ما ضابطة، في لحظة أطلع من الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم. شكرا دكتورة رئيس الجلسة، شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية وأسرة الجامعة، الأخوة الكرام المؤتمرين والمؤتمرات في مؤتمر واقع اللغة العربية في إفريقيا. سعيدين جدا أن نقدم مداخلة ورقة مشتركة بيني وبين أنا عوض عبد الجليل أبو بكر، أحمل درجة دكتورة في التاريخ الإسلامي جامعة البحر الأحمر السودان، الآن حاليا جامعة نجران وحدة المخطوطات التاريخية، تخصص تاريخ إسلامي، ومعي أستاذي الدكتور أحمد محمد أحمد مركز أستاذ التاريخ الحديث المشارك في جامعة البحر الأحمر قسم التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بتكلم عن هجرة القبائل العربية عن طريق البحر الأحمر في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام إلى منطقة البجة في الصحراء الشرقية للسودان والصحراء الشرقية لإفريقيا، أو الجزء الغربي من البحر الأحمر، السواحل الغربية من البحر الأحمر. قبائل البجة هي قبائل تعتبر من قبائل الحامية، موطن الأصلي هذه البقاع تبدد في الصحراء الشرقية امتدادا من الحدود المصرية حتى الحدود الحبشية أثيوبيا وإريتريا في الجنوب، وتتوقل إلى داخل الديار السودانية حتى منطقة نهر عبرة. بالنسبة لقبائل البجة هي أراضيهم أراضي خصبة جدا، ساعدت بقدر كبير جدا بظهور هذه الهجرات، هجرة القبائل العربية إلى السودان قبل المسيحية وقبل ظهور الإسلام تحديدا. فهي أحيانا تأتي هذه الهجرات من باب المندب إلى أريتريا ثم إلى الأراضي السودانية الساحلية الداخلية. غير أن هؤلاء العرب الذين نزلوا إلى عدوة البحر الأحمر الغربية ساحل البحر الأحمر الغربي انصهروا في مكان فيه من بجا، كما حدث ذلك لغيرهم في الفترة التي سبقت الإسلام. كذلك طبعا مفهوم المنطقة بصورة ما كان محدد، ما كانت محددة، يعني كثير جدا من الأقاويل التاريخية هذه المنطقة امتد على طول هذا الساحل، ما كان محددة جزئية السودان، ما محددة مصر محددة، لكن السودان والأرض الحبشية ما كانت محددة. حتى قيل كثير جدا الروايات إن النجار في هذه المنطقة منطقة الضبية فيها في مغالطات تاريخية، ما الشعب دي هو شعب مستغير في هذه المنطقة، شعب البجة هو من الشعوب الحامية، ومشعبين رئيسيين الموجودين في بقعة السودان الحالية هم البجة في شرق السودان والقبائل النوبية في وسط وشمال السودان، القبائل الرئيسية الموجودة في هذه المناطق. أرضهم كانت قريبة بافتراض البحر مع نفس الحيز المساحة الآن، كان مساحته مساحة ضيقة، كلام عن قبل ظهور الخطوط الإفريقي العظيم، وما حدث من تغيرات جيولوجية، ما حدث من البراكين المصاحبة له في هذه الأرض، توسع البحر الأحمر الحالي بيثير جدا، البحر الأحمر بيثير جدا من التاريخية سبكات من هو بسيط بين الجنوبي للبحر الأحمر والجزء الغربي للبحر الأحمر الشرقي والساحل الغربي. هذه القبائل بصورة عامة هاجرت أراضي مش شرق السودان. هذه الهجرات كانت لها دوافع، أول هذه الدوافع تقع بلاد العرب في مواجهة الوحدة الشرقية أرض إفريقيا، وهذه المواجهة والغرب بين المنطقتين أدى إلى صراعات بشرية بمختلف أشكال، ولا يمكن تحديد تاريخ معين لهذه العلاقات، تبادل أن كان حادث الهجرات ما بين المنطقتين.
ولكن هي قديمة مرتبطة بهذا الغرب الجغرافي اللي كان حاصل. عرب ما أكثر شيء اتصال الشرقي اللي فيها بالعام. طيب السبب الثاني الهجاج وخلى القبائل العربية إلا بلاد ما في لغات اقتصادية مميزة وقوية ما بين بلاد العرب. كثيرة القبائل العربية بلاد دكتور عوض. يبدو الدكتور عوض راح عند النت وخرج من الجلسة. دكتورة نعم دكتور إبراهيم موجود؟ ما بعرف دكتورة فلمتا كمان دخلت وخرجت وخرجت عدة مرات والآن هي خارج الحاضرين. الدكتور إبراهيم برما حاول المستحيل للدخول ولم يستطع، عملنا له قبول عشرات المرات ما استطاع يدخل. الدكتور عوض رجع الجلسة. دكتورة نعم تفضل. دكتور عوض فقط عدم تفعيل الكاميرا، لا تفعل الكاميرا دكتور. الكاميرا تحسن النت عندك دكتور. لا تفعل الكاميرا، لا تفعل الكاميرا راح تسمع راح يكون. طيب تمام ما في مشكله. تمام ممتاز. تمام طيب تمام ممتاز. طيب قلنا الارض كانت ارض بكره فيها مجموعه من الخيرات، فيها مجموعه من المعادن، التنغيب، النشاط التجاري اللي كان حاصل، المواني، كان عندنا مواني شهيره جدا هذه المنطقه، منطقه بلاد البجا، ميناء عزاب على الحدود ما بين السودان وما بصر الحاليه، ميناء سواكل، ميناء تاريخي عريق جدا وقديم، كان في مجموعه من المواني على ساحل البحر الاحمر. هذه المواني جعلت مزاره الانتقال ما بين الضفتين الشرقيه والغربيه للبحر الاحمر امر سهل جدا وامر ساعد بقدر كبير جدا في انه تتحرك هذه الهجرات ما بين الضفتين لمنطقة البحر الأحمر. طيب لعل أقدم إشارة وردت للوجود العربي في بلاد البيا ما ذكره المؤرخ الروماني ستاربو اللي عاش في الفترة من 24 حتى 66 ما بين القرن 24 للقرن 66 قبل الميلاد. قال إنه الصحراء الشرقية كان مرتع للقبائل العربية التي كانت تنشط في التجارة بين النيل في مصر العليا وموانئ البحر الأحمر، وقد مثل النشاط التجاري حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين طرفي البحر الأحمر. ده دليل ثابت إنه كان في وجود عربي في هذه المنطقة في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. يشهد على ذلك وجود النشاط التجاري المكثف لأهل سبأ السبئين من بلاد اليمن في منطقة بلاد البجا. كان عندهم نشاط تجاري كبير جدا في فترة العصور ما قبل التاريخ، وقد تركوا أثر باقي على لسانهم فيما عرف بلغة التجراي أو اللغة التجرائية، هي لغة موجودة في هذه المنطقة، منطقة بلاد البيجا، تمتد حتى أراضي أريتريا الحالية وأثيوبيا. لغة تسمى بلغة التجراي أو اللغة التجرينية، هي لغة جاية من الجزء الجنوبي من بلاد اليمن من أرض سبأ، وتوجد في هذه المنطقة، منطقة بلاد البيجا، وامتداد حتى الهضبة الأثيوبية. كذلك كان في علاقات تجارية مميزة ما بين تجار منطقة مكة المكرمة في الجزيرة العربية وبين مناطق متعددة في الساحل الغربي لبحر القلزم، خاصة بلاد الحبشة التي كانت متجرا عظيما لقبيلة قريش. ثابت تاريخيا أن قبيلة قريش كان عندها هجرات ثابتة، هجرات تجارية، واحدة من الرحلات التجارية اللي بتقوم بها قبيلة قريش كانت في هذه الأراضي. سبت بعداد بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الصحابة، الهجرة الأولى إلى
بلاد الحبشة اللي هي النجاشي وما ذكر عنه. طيب الدافع الثالث للهجرات النشاط التجاري في البحر الأحمر الذي أصبح بحيرة عربية تجارية خالصة، ما في تواجد في البحر الأحمر إلا كانت للقبائل العربية الموجودة من شبه الجزيرة العربية وامتدادات ساحل الشرق الغربي للبحر الأحمر. بلغت هذه الحركة التجارة والهجرات العربية إلى بلاد السودان وأرض البجا قمتها في العهد المعيني أو الدولة السبائية من 300 حتى 1500 قبل الميلاد، حيث قام التجار العرب وخاصة أهل بلاد اليمن بتنشيط التجارة عن طريق البحر الأحمر. معروف تاريخيا في أراضي السودان أراضي البجا إن جزئية كبيرة جدا، مش السودان لوحده، غالبية الدول الإفريقية أي نشاط تجاري يرجع الفضل فيه بقدر كبير جدا إلى إخوتنا من بلاد اليمن أهل حضرموت. التجار هم قوات نشاط أو راية النشاط التجاري في إفريقيا، ساهموا بقدر كبير جدا في النشاط التجاري، ما يعرف بتجارة الكارم، تجارة التوابل اللي كان بيجيبها من الشرق من جنوب شرق آسيا إلى هذه الأراضي، بحيث أن أصبحوا هم مسيطرين هذه المنطقة. رابعا برع العرب ونشطوا في فن الملاحة البحرية وفنونها، وقاموا بتأسيس وتنشيط بعض المواني التي تقع على ساحل البحر الأحمر الغربي، مجموعة من المواني المتعددة كما ذكرت عزاب وبعدك ميناء سواكن نشطوا فيه التجار الحضارمة أو أهل حضرموت. خامسا لم يكن البحر الأحمر يشكل حاجزا بين شواطئ قارة آسيا وشاطئ قارة إفريقيا كما ذكرت سابقا، وقد تحدث بعض المؤرخين أن أمر الهجرة بين الجزيرة العربية وبلاد البجة بصورة خاصة والساحل الغربي للبحر الأحمر لم يكن أمرا صعبا، كما أن هنالك بعض النظريات التي تتحدث عن غياب البحر الأحمر كحاجز مائي بين آسيا وإفريقيا، قالوا أنه ما كان موجود، في بعض الدراسات قالوا أنه كان موجود لكن المساحة كانت مساحة صغيرة جدا يستطيع جازه بالسفن الصغيرة أو ما يسمى في الثقافة الساحلية بالسنابك، عبارة عن مركب صغير يعبر ما بين شاطئي البحر الأحمر، ودي موجودة في البحر الأحمر المعروف وما يسمى بمسمى السنبك. كذلك لم يزيد اتساع البحر الأحمر عن 120 ميل عند شرق السودان، كما أنه يضيق عند باب المندب حتى لا يزيد عرضه عن 10 أميال، ولعل تلك الأبعاد لم تجعل عبوره في أي جزء منه أمر صعب. وبالتالي ثبت كثير جدا من المؤرخين أن علاقات تجارية كانت دائرة ما بين المناطق دي هي علاقات من انتقال الهجرات الدينية، الآلهة اللي كانت موجودة عند قدماء المصريين، الجزئين قالوا إنه نوابع من أصل وصلها من شبه الجزيرة العربية، كذلك ذكروا إنه قدماء المصريين الذين عبدوا الإله حورس كانوا في الأساس عرب هاجروا من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر عن طريق مصوع ومروا بأرض البجا استقروا فيها، بعد ذلك وصلوا مسير إلى الأجزاء الشمالية في مصر. هذه كذلك برضو الصحراء الشرقية سادسا من الدوافع، الصحراء الشرقية كانت تلائم مع بيئة العرب البدوية، استغروا في هذه الأراضي لأنه كانت مشابهة لها، عبارة عن بادية، البادية موجودة في شبه الجزيرة العربية كذلك موجودة في أرض بجا، وبالتالي ساهمت بقدر كبير جدا على هذا التواجد. سابعا من الدوافع، بعض المؤرخين رجعوا أمر هذه الهجرات إلى أسباب اقتصادية ودينية وسياسية مثل انهيار سد مأرب في بلاد اليمن، بالإضافة للصراع بين اليهودية والمسيحية وما صاحبه من اضطهاد ديني بمختلف الأشكال، وأدت تلك الأسباب مجتمعة إلى هجرات عدد من القبائل اليمنية قبل الإسلام إلى الوافدة. عندهم نظام يسمى بالنظام الأمومي، نظام الأمومي بحيث أنه الممالك دي الملك يتولى الملك فيها يكون نسبه ل من ناحية الأم، يعني ما في ممالك البجة كلها ما كان في سيطرة للعنصر الذكوري، بحيث إنه الملك ما ينصب من بعده ولي عهد من صلبه أو ابنه، لا ينصب ابن أخته، ينصب يعني شخص بالشقة النسوي. لذلك القبائل العربية مجرد ما وصلت للأراضي تصاهرت مع قبائل البجة، تزاوجوا معها خلال عقدين أو ثلاثة عقود،
أصبحوا هؤلاء الأشخاص هم قادة هذه الممالك، ممالك البجة، قبائل ربيعة، قبائل العربية اللي كانت من المناطق إلى مناطق أرض البجة، وبالتالي ساهموا بقدر واسع أو بقدر كبير جدا في تواجد هذه القبائل. طيب القبائل العربية من بلاد شبه الجزيرة العربية لبلاد البجة استغلوا ثلاثة طرق. أولها طريق البحر الأحمر، وخاصة من مضيق باب المندب الذي اخترقته السفن لتقوم بنقل القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية لإفريقيا. الطريق الثاني طريق البحر الأحمر إلى الساحل الشرقي لإفريقيا ما بين القرن الإفريقي ورأس الرجاء الصالح، ودي مساحة كانت مساحتها بعيدة جدا. وثالثة كان طريق سيناء القديم، وهو الجسر البري الذي سلكه من وإلى القارة الإفريقية الأقوام الجيوش عبر التاريخ أو عبر الحقب التاريخية المتعددة كما ذكر كثير جدا من المؤرخين. لكن الهجرة الممكن نثبتها إن الهجرات إلى أرض بلاد البجة سلكت طريقين. الطريق الأول من شمال الجزيرة العربية عبر صحراء سيناء إلى مصر، ومنها إلى داخل بلاد السودان وإلى بلاد البجة. الطريق الثاني من جنوب غرب الجزيرة العربية عبر مضيق باب المندب إلى داخل الحبشة، ومن ثم شمالا إلى بلاد البجة أو عبر البحر الأحمر مباشرة إلى بلاد البجة. هي من الثوابت لهذه الهجرات التي انتقلت من هذه المناطق. طيب هذه الهجرات طبعا صاحبتها مجموعة من القبائل. أول هذه القبائل قبيلة تسمى قبيلة بلي، وهي قبيلة عربية أصيلة، وكانوا هم أول من نزحوا من معد إلى اليمن قبل هجرتهم إلى الأولى إلى من بلاد الرافدين إثر حروب حدثت بينهم وبين قبيلة ربيعة فنزلوا مارب. تباينت آراء المؤرخين حول هجرة قبيلة بلي إلى أرض البجة وبلاد السودان، فبعضهم ذكر إن هجرتها ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد، حينما بدأ البطالمة في الاهتمام بتجارة البحر الأحمر وإنشاء الموانئ على طول ساحل البحر الأحمر، وذلك للحصول على السلع الإفريقية كالبخور والعاج وأصداف السلاحف، بالإضافة للفيلة وبالإضافة للتجارة اللي كانت رائجة هي تجارة العبيد. وقد كلفت قبائل بلي العربية بالقيام بنقل هذه التجارة لخبرتهم بشؤون الصحراء. يعني البطالمة رشحوا هذه القبيلة إنه تتولى أمر التجارة نيابة عنهم في هذه الأراضي الإفريقية وهذه في أراضي البجة. طيب قبيلة بلي كان في أرض البجة كما كان البجة تفعل. البجة قبيلة عند ميزة، البجة كانت قبيلة وثنية، مباشرة من الجانب الوثني انتقلوا مباشرة إلى الإسلام، انتقلوا مباشرة إلى الإسلام، بحيث إنه البجة هي القبيلة يمكن تكون القبيلة الوحيدة في قارة إفريقيا ما دخلت المسيحية، يعني انتقلوا طوال مباشرة من الوثنية إلى الإسلام، من الوثنية إلى الإسلام. كذلك كانت هذه القبيلة قبيلة بلي مختلطة بالبجة من منذ عهد حكم البطالمة في مصر، حيث كانوا يعتمدون عليه في مشروعاتهم التجارية عبر البحر الأحمر، كما كانوا أبناء أو رجالات قبيلة بلي يقومون بنقل المتاجر من شاطئها الآسيوي إلى شاطئها الإفريقي وحمايتها من غارات قبائل البجة وفقا لمعاهدات. البجة كان عندهم إشكالية كبيرة جدا، هو جزء من الثقافة السودانية اللي كانت دائرة. هي المسألة بتاعت نهب القوافل التجارية يعتبر نوع من أنواع الفراسة، نوع من أنواع الفراسة، يعني كجزية ما يعتبر عيب ولا يعتبر خطأ، إنما يعتبر جزء من الثقافة السودانية أو ما يسمى بالهمبتة، يسمى بالهمبتة. بحيث أنت كل الأشياء الموجودة عندك أنت إذا فرست قوتك وفراستك تستطيع أن تحظى بالأشياء الموجودة عند هذه القبيلة وعند هؤلاء التجار. وبهذه الصورة ما كانت مثلا معيبة مثلا نهب القبائل أو القوافل التجارية. كذلك هذه قبائل البجة حصل اختلاط ومصاهرة مع قبيلة بلي، ويقال إن كلمة في كلمة شهيرة جدا بيسمى بالبلويت. البلويت تعني هم المتحدثين باللغة العربية. عندنا البجة هم البجويت اللي بيتكلموا لغة البجة، البلويت هم القبائل التابعين لقبيلة بلي بيتكلموا باللغة العربية. و القبيلة الثانية الهاجرة قبيلة الحداربة،
وتعد هذه هجرة هذه القبيلة من الهجرات اللي اشترت بها ديار البيجة، ويقال انهم اجتازوا البحر الاحمر في ازمان سابقة للاسلام وقاموا بين قبائل البيجة. كذلك من القبائل القبيلة الثالثة الهاجرت قبيلة حبير. القبيلة الثالثة اللي هاجرت هي قبيلة حمير، ويروى ان اخر ملوك حمير الحميرين قاد حملة الى مناي. مناي مرض البيجة. هي الثلاثة قبائل الرئيسية اللي هاجرت الى ارض البيجة في الفترة الذي سبق ظهور الاسلام. طيب المنصة أواصل يا دكتورة ولا خلاص الزمن ولا؟ أكمل دكتور أكمل، صوتك واضح. طيب قلنا القبيلة الثالثة اللي هاجرت هي قبيلة الحميريين أو قبيلة حمير. روي أنه آخر ملوك الحميريين قاد حملة إلى مناجم أرض البيجة بحثاً عن الذهب وبحثاً عن الزمرد، قيل أن جميع أفرادها ماتوا عطشاً بعد أن ضلوا الطريق في الصحراء الشرقية. كما ذكر أنه مجموعات من قبائل حمير العربية في جنوب الجزيرة العربية قد هاجرت إلى أرض المعدن ببلاد البيجة منذ القرن السادس الميلادي، وسكنت هذه القبائل مع قبائل البيجة في منطقة عتباي هي من الديار البيجاوية. كذلك وردت أخبار في القصص العربية قديمة عن قيام الحميريين بحملات عسكرية في وادي النيل الأوسط وشمال الليبيا. أكمل دكتور. طيب تفضل دكتور عمر. تفضل. طيب ال برضو من القبائل الهاجرة دول قبائل الحداربة، يعتبر من القبائل برضو الرئيسية الهاجرت إلى هذه الأراضي، أراضي ال البيجة في الساحل الشرقي لقارة أو في الساحل الشرقي لقارة إفريقيا. كذلك إذا جينا تحدثنا إنه هذه الهجرات بصورة عامة لهذه الأراضي البيجاوية في الفترة التي سبق ظهور الإسلام، ثبتت في وضعيتها أو في أرضها الثابتة إنه هذه الهجرات اعتمدت بقدر كبير جدا أو قدر واسع على التمييز الإيجابي بالنسبة لأرض البيجا. إذا كانت هذه الأرض لم تكن مميزة بوضع ثابت اللي حدثت كثير جدا من الإشكاليات، واللي هي كان ممكن تأثر في التواجد العربي أو في الوجود العربي في أرض هذه القبائل أو قبائل البيجة. نعم. كذلك إذا جينا أخذنا في الاعتبار إنه الفوائد أجلتها هذه القبائل العربية من أرض البيجة كانت فوائد كبيرة جدا، ووطدت بقدر واسع على تواجد هذه الأراضي العربية أو الوجود العربي في هذه الأراضي أراضي البيجاوية، متساهم بقدر كبير جدا أن العرب بعد ذلك تعرفت على هذه الأراضي، وأصبحت الهجرات هي باب مفتوح، وساهم التجار العرب بقدر واسع بعد ذلك في إصهار أو في نشر الدين الإسلامي لهذه الأراضي أراضي البيجة. بعد ذلك تطورت هذه الهجرات. النتائج اللي بتخلص بها هذه الدراسة إنه التعرف على البحر الأحمر تاريخيا والأدوار التي لعبها دعما لتلك الهجرات وربطه بين شبه الجزيرة العربية وبلاد البيجة وموانيها تجاريا، وربطت تلك الموانئ المناطق بالعالم الخارجي الموانئ المطلة على البحر الأحمر أو مواني جنوب شرق آسيا وغيرها. كذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القبائل العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد البيجة في فترة قبل ظهور الإسلام،
وذكرناها هي ثلاثة قبائل رئيسية: قبائل البلي، وقبائل القبائل الحدارب، وقبائل القبائل الحميرية. كذلك برضو الدراسة ثبتت إنه جزئية أو جزء من الأسباب الساهمت بقدر كبير جدا ودفعت القبائل العربية للهجرة هي البحث عن الجانب التجاري الاقتصادي، البحث عن الرؤية السياسية، انتقالهم من هذه المناطق إلى هذه الأراضي، نقلوا ثقافتهم العربية إلى هذه الأراضي البجاوية، وحدث تمازج ما بين العناصر السامية وما بين العناصر الحامية الممثلين في قبائل البجا الموجودين على هذه الأرض وعلى هذه المناطق. وبالتالي يمكن نقول أن هذه الهجرات هي في بدايتها بدأت في الفترة التي سبقت التاريخ أو سبقت الميلاد بفترات كبيرة جدا، وأنشأوا حواضر، العرب أنشأوا حواضر في أرض البيجز، حاضر يسمى حاضرة النماص، ظهرت بعد ذلك ممالك زي مملكة ربيعة، هي إمارة كاملة كاملة الدسم، إمارة عربية في الفترة بعد ظهور الإسلام. كذلك البيجا ساهموا بقدر كبير جدا في دعم الخزينة للدولة الإسلامية بعد ظهور الإسلام في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية، وكذلك أراضيهم كانت أراضي يعني ساعدت بقدر كبير جدا الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين، كانت أراضي في جزر تجي عبارة عن أراضي منافي لهذه للمعارضين للحكم الأموي والحكم العباسي في الدولة الإسلامية. شكرا جزيلا لإنصاتكم، وشكرا جزيلا للفرصة، وأسف جدا لسوء الشبكة لأنه بعيد الليل، اليوم بعيد من بيتي فالشبكة شوية فيها مشاكل، احتذر، وإذا في أي تساؤل أو في أي مداخلة أنا جاهز. شكرا جزيلا. العفو دكتور عوض عبد الجليل أبو بكر، شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي تطرقت إلى الهجرات، هجرات القبائل العربية من شبه الجزيرة، جزيرة العرب إلى بلاد البيجا في الصحراء الشرقية قبل الإسلام، وتطرقت لهذه ويعني قدمت لنا معلومات مهمة حول جهود أو دور القبائل العربية وقبائل اليمن في نشر اللغة العربية في الصحراء الشرقية وفي بلاد البيجا. دكتور عوض، أما بالنسبة فقط للمداخلات تدخلات فقط دكتور علي، تفضل. تحياتي لك، الصوت فقط لا نسمع. معذرة دكتور علي، هكذا تسمعني؟ نعم جيد هكذا. نعم شكرا دكتور علي. فقط الذي يريد التدخل يسجل فقط أسئلته ونحيل له الكلمة بعد الانتهاء من هذه الجلسة. الآن نتطرق إلى الدكتور إبراهيم برما أحمد من تشاد، هل هو متواجد معنا دكتور إبراهيم؟ دكتور إبراهيم كان متواجد معنا قبل قليل. دكتور إبراهيم، إبراهيم برما أحمد من جامعة الملك فيصل بتشاد. نكمل مناقشة التي طرحها الدكتور عامر رضا من الجزائر للأستاذة أو الدكتورة أمال سليلة من المغرب. أمال، الأستاذة أمال، يمكنك سؤالات أو التدخل لدكتور عامر من الجزائر؟ شكرا الدكتور رضا، مساء الخير. مساء الخير للجميع. اولا سعيده لاني تمكنت من استفزازك معرفيا، لان بالنسبه الي المداخله التي تستفز هذا شرف لي صراحه، وسعيده بذلك. اريد فقط دكتور ان اتوقف عند بعض النقاط. ذكرت كلمه شلوح. نعم أنا أصولي من مدينة بني ملال،
وهي أنا زرتها؟ كنت من بني بلال، كنت متأكد. لماذا؟ يعني زرت مدينة بني بلال، زرتها يعني. زرتها؟ نعم نعم، جميلة جدا. نعم، شكرا، بارك الله. المغرب كجميعه جميل، يعني المغرب العربي، المغرب المغرب جميل بناته، بشعبه، بأرضه، بكل أشيائه جميل. بارك الله فيك. تفضلي أستاذة أمال. إذن لذلك دكتور، بالنسبة لكلمة شلوح، باعتبار أنني أنتمي دكتورة حورية، دكتورة ثلمة حضرت والنت عنده ضعيف، لو تاخذي مداخلتها على السريع مشان عملية الوقت. طيب لا بأس. دكتور إبراهيم أو الحاجة، حاجة تفضل. نعم تتفضل، تفضل الدكتورة حاجة فلمتا. دكتورة حاجة فلمتا، السلام عليكم. دكتورة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، هل تسمعونني؟ تفضلي دكتورة. نعم نعم، أعوذ بالله، نسمعك جيدا. تمام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة حاجة دقيقة فقط. نعم دقيقة فقط دكتورة حاجة فلمتا. نعم حاجة فلمتا من تشاد، شاركت معنا بمداخلة عنوانها مشكلات تعليم اللغة العربية بغير الناطقين بها. دكتورة فلمتا من تشاد. نعم تفضل. نعم دكتور، عرفينا بك من فضلك. نعم، الاسم حاجة فلمة إبراهيم عمر من دولة تشاد. حاجة فلمة إبراهيم عمر من دولة تشاد، هل تسمعونني؟ نعم نعم، نسمعك دكتورة، نسمعك. نعم، من دولة تشاد طبعا، محاضرة بجامعة الملك فيصل. فعنوان بحثي هو مشكلات تعليم اللغة. هل تسمعونني؟ نعم نعم، نسمعك، تفضلي دكتورة، حاولي. نعم نعم دكتورة، تفضلي تفضلي، إليك الكلمة دكتورة. نعم، عنوان نعم، عنوان بحثي هو مشكلات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فمن خلال تناول الموضوع قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاث عناصر، وقاتمة وتوسيات. فالتمهيد بعنوان اللغة العربية وظائفها وتنمية مهاراتها، وفيه تم تسليط الضوء على اللغة العربية ومظاهرها وتعليم اللغة وتعلمها وتنمية مهارات متعلمي اللغة. فيه تناول العنصر الأول، المشكلات اللغوية. ففي هذا العنصر يتم الحديث في ما يتعلق بطبيعة اللغة من نظام صوتي وصرفي ولغوي والدلالي وكتابي والوقوف عليها وطرق علاجها. أما العنصر الثاني اختص بالحديث عن المشكلات التربوية التي تتمثل في المنهج وأنواعه، والفرق بين مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بها والناطقين بغيرها، وإعداد المعلم بوصفه مصمماً للمنهج والكفاية اللازمة لمعلم الأول للعربية للناطقين بغيرها ووسائل الطرائق التدريسية. والأنصر الأخير تناول واقع معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي يعد من أخطر المشكلات التي يعاني منها تعليم العربية لغير الناطقين بها، واقتدمت الدراسة بقاتمة والتوسيات. فيما يتعلق بالتمهيد الذي تناول مفهوم اللغة العربية وظائفها وتنمية مهاراتها، حينما نتحدث عن تعريف اللغة العربية هي عبارة عن نظام من الأصوات اللفظية الاصطلاحية التي تستخدم في الاتصال المتبادل بين جماعة من الناس
بحيث يمكن من خلال هذا النظام تسمية الأشياء والأحداث وتصنيفها، بينما يرى فريق آخر بأنها نظام مشترك للتواصل الرمزي تحكمه قواعد ترتبط بعمليات إنتاج الأصوات من قبل المتكلم وعمليات استقبالها وترجمتها إلى دلالات من قبل السامع. وبهذه التعريف يمكننا النظر إلى اللغة على أنها جميع الرموز المنطوقة وغير المنطوقة التي يستخدمها أفراد مجتمع ما كعادات من أدوات التخاطب للتعبير عن المشاعر والأحداث والآراء والأفكار والرغبات. ومنهم من يرى أن اللغة هي عبارة المجموعة من الرموز المنطوقة تستخدم كوسائل للتعبير أو للاتصال مع الغير، وقد تشمل لغة الكتابة أو لغة الحركات المعبرة، بينما وظائفها إن اللغة هي أكثر المظاهر شيوعاً في المجتمعات البشرية، فهي تقدم العديد من الوظائف، تتمثل في الوظيفة التعبيرية والإنفعالية والندائية والوظيفية والمرجعية والوظيفة التواصلية، وهذا حسب راي جايسون. أما كيلين فيرى أن اللغة تقدم ثلاث أدوات هي التواصل والتفاعل مع الآخرين، تسهيل عمليات التفكير، أيضاً تسهيل عمليات استدعاء معلومات خارج مخزن الذاكرة. بينما مظاهر اللغة فهناك مظهر لفظي ومظهر غير لفظي. أما المظهر اللفظي ويشمل لغة الحديث المشتمل بالكلام المنطوق والمكتوب، ومن خلاله يتم التعبير عن الخبرات والمعارف والحاجات والمشاعر، وهي وسيلة من وسائل التفكير والتحليل والتذكر. والكلام المنطوق أكثر أهمية من لغة الكتابة لأنه أكثر انتشارا بين الأفراد، بحيث يمكن للعامي وغير العامي من إنتاجه وإدراكه. أما لغة الكتابة فهي إحدى أشكال التعبير اللغوي التي من خلالها يتم نقل الأفكار والخبرات على نحو مرئي وليس مسموعا. ولغة الكتابة تنفرد بحيزين هما إمكانية انتقالها من مكان إلى آخر عبر مسافات طويلة، إنها ثابتة لا تتعرض للتغيير الذي يحدث على الكلام المنطوق. وما هذا أن إمكانية التواصل من خلال الكلام على نحو أكبر بكثير من التواصل من خلال لغة الكتابة. أما المظهر الغير اللفظي ويشمل الوسائل التي نستخدمها في التواصل مع الآخرين دون استخدام الرموز الصوتية المنطوقة أو المكتوبة، وتشمل الإشارات والإيمائيات والحركات الجسدية والتعبيرية والجمالية. ومثل هذه الوسائل ثقافية تختلف من مجتمع لآخر. بينما مفهوم لغة أو مفهوم تعلم اللغة وتعلمها يقصد به اكتساب اللغة العملية غير الشعورية وغير المقصودة والتي يتم بها تعليم لغة الأم، وذلك أن الفرد يكتسب لغة الأم في مواقف طبيعية وهو غير واعي بذلك ودون أن يكون هناك تعليم مخطط له. وهذا ما يحدث للأطفال وهم يكتسبون لغتهم الأولى فلا يتلقون دروسا منتظمة في قواعد اللغة والطرق استعمالها، وإنما يعتمدون على أنفسهم في عملية التعلم مستعينين بتلك القدرة التي زودهم الله بها والتي تمكنهم من اكتساب اللغة في فترة قصيرة وبمستوى رفيع. أما تعلم اللغة يقصد بتعلم اللغة تلك اللغة الوعائية المخطط لها من أطراف عديدة لتمكين الفرد من تعلم اللغة الثانية أو الأجنبية، وتتم هذه العملية عادة في مرحلة متأخرة من العمر بعد مرحلة الطفولة المبكرة. ومن أهم ما يميز تعلم اللغة عن اكتساب اللغة ما يلي: اختلاف الدوافع في الحالتين. فالفرد في حاجة إلى لغة الأم لأداء وظائف حياته الأساسية، أما بالنسبة للغة الأجنبية فالدوافع خارجية، فقد تكون ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ومن ناحية أخرى تختلف البيئة في الحالتين. فاكتساب اللغة يتحقق في مجتمع اللغة بشكل طبيعي حيث يتعرض الطفل بصورة مستمرة للغة الأم، أما تعلم اللغة العربية فيتلقاها في بيئته أي في بيئة مصطنعة وفي فترة قصيرة ومن معلمين غير ناطقين باللغة غالبا، وتنعكس تلك الاختلافات على الطرق والأساليب والمادة التعليمية. أما تنمية مهارات متعلمي اللغة أو اللغات الأجنبية بالأنشطة المصاحبة، فهناك مفهوم الأنشطة المصاحبة، ومنها تنمية المهارات اللغوية الأساسية بالأنشطة التعليمية المصاحبة،
ويشمل الإذاعة المدرسية مثلا وكذلك المسرح المدرسي والمكتبة المدرسية كيفية تعلم اللغة. يمثل اكتساب اللغة وتعلمها أحد الموضوعات الهامة في علم النفس الارتقائي وعلم النفس اللغوي التي حظيت باهتمام وبحوث متعددة، وتعتبر القدرة على اكتساب وتعلم اللغة من الخصائص التي تميز الكائن البشري على غيره من الحيوانات. ولقد نتج عن هذه الدراسات عدة نظريات تعرضت لتفسيرها كيف يتم اكتساب اللغة وتعلمها وعلاقة ذلك بالفكر والنمو المعرفي. ويمكن إجمال هذه النظريات إلى ثلاث فئات رئيسية: نظريات التعلم والتشريد بأنواعها المختلفة، هم الثلاثة دول دخلين والبين، النظرية المعرفية داخل فيديو غير الثلاثة دول، أيضا مشكلات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. سنعرض هذه المشكلات حسب وجهات نظر الأساتذة والباحثين في هذا المجال. فالمشتغلون بتعليم اللغات الحية يحاولون دائماً البحث عن أيسر الطرق وأسهلها لإيساء أهدافهم اللغوية في أسرع وقت ممكن. لذلك فإن أي شيء يقف في طريقهم يعدونه مشكلة حتى يجدوا له حلاً. والفارق هنا بين تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وبين تعليم اللغة الأخرى لغير الناطقين بها هو أن اللغات الأخرى قد أكف على دراستها منذ عشرات السنين، سواء كان ذلك بدوافعهم الشخصية أم بدعم من حكومات بلادهم، وقدمت حولها أبحاث ومؤتمرات وندوات. بينما تعليم العربية للناطقين بغيرها ما زال في خطواته الأولى، ومن الطبيعي أن يواجه المهتمون بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها صعوبات كثيرة، منها المشكلات اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. فهناك مشكلات متعلقة بالمشكلات الصوتية، صعوبة في تعليم الأصوات العربية، لذلك يواجه المتعلم غير الناطق بالعربية صعوبة في تعلم أصوات العربية. وللحديث عن صعوبات نطق الأصوات سنتحدث عن الجوانب الصوتية الآتية منها الأصوات الأساسية والأصوات الفرعية. نعم. وهناك الصعوبات والسهولة أيضا في النطق. هناك مشكلات في النطق في أصوات العربية، منها مشكلات في نطق عدد من الأصوات العربية الأساسية، مشكلات في التميز السمعي بين الحركات الطويلة والخسيرة. هناك مشكلات يواجهها متعلمو اللغة العربية لغير الناطقين منها جلسات. دكتورة حورية، دكتورة حورية، دكتورة حورية، من فضلك مايك. نعم. أيضا من المشكلات هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة المنهج. حينما نعرف المنهج أو المنهاج في اللغة مشتقان من النهج وهو الطريق الواضح، ومنه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا المائدة. ويعرف المنهج في الاصطلاح علماء التربية وعلم النفس كل الخبرات التي يمر بها التلميذ بصرف النظر عن أين وكيف يتلقاها. أيضا كل الخبرات التي يتلقاها التلميذ تحت إشراف المدرسة، مجموع الخبرات التربوية الثقافية والاجتماعية والريادية والفنية التي والفردية لتلميذ المدرسة، كل المفهوم القديم. وكان المفهوم القديم للمنهج قد نهى دور المتعلم في العملية التعليمية واهتم بالمعلم على اعتبار أنه حجر الزاوية وهو عارف بمحتوى الكتاب، وصار دوره ناقلا للمعرفة إلى عقل الطالب، كما أنه اهتم بالمؤثرات الاجتماعية الأخرى، إذ هي من الأهمية بمكان. ولم تكن المنهاج قديما تراعي الفروق الفردية بين الطلاب وكذلك الخصائص العمرية للطلاب في كل مرحلة تعليمية. فصار دور الطالب هو تلقي هذا الكم الكبير من المعلومات دون النظر في حاجات
هذه الأخرى. صوت دكتورة فلمت صوت أخرى. النفسية والاجتماعية، ولم أدى هذا إلى إعادة النظر في تنظيم جوانب الحياة جميعا. المعلم ليس متمثلا في نقل انتكاكهم بهذه الخطة، من نتائج الاحتكاك والتفاؤل حقق النمو الشامل المتكامل الذي هو الهدف الأسمى للتربية. هناك أنواع أيضا لمناهج تعلم اللغات، منها المناهج القائمة على الوظيفية أو الاتصالية، وكذلك المنهج القائم على الاتصال، والمنهج القائم على المواقف، وأيضا هناك المعلم أو المتعلم بوصفه مسمما للمنهج. في المناهج السابقة، بالرغم من اختلافات المبادئ التي يعتمد عليها تصميم المنهج في كل حالة، فإنها تشترك جميعا في أن مصمم المنهج هو المدرس. أما في هذا المنهج فإن المتعلم يقوم بالدور الأساس في تصميم المنهج، وذلك باتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بتحديد أهداف المنهج، تحديد المحتوى، اختيار طرائق التدريس الملائمة، تقويم ما يكسبه المتعلم. ويتم الأمل هنا من خلال عملية تفاوضية بين المدرس من ناحية والمتعلمين من ناحية أخرى. ودور المدرس هنا هو إثارة أفكار المتعلمين وتلقي استفساراتهم وحل الإشكاليات التي يواجهها. أيضا هناك أهداف تربوية عامة يطلق عليها الغايات، وهي الأكثر المستويات عموما وتغطي مساحات واسعة. ومن ذلك مثال مثلا جميع مراحل التعلم، وتشكل هذه الأهداف فكر الإنسان ووجدانه وتعبر عن مهاراته واتجاهاته. أيضا هناك أهداف تعلمية أو التدريسية ويطلق عليها أيضا هي الأهداف الخاصة، وهذه الأهداف أقل أمومية لارتباطها بمرحلة تعلمية مهددة. أيضا الأهداف الإجرائية السلوكية التي تشق هذه الأهداف من الأهداف الخاصة السابقة وتقتصر على قدر محدود من النشاط. الفرق بين مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها. هناك سؤال يطرح نفسه أو يبرز سؤال منطقي هنا، هل يمكن لمناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بها أن تستخدم في تعليم الناطقين بغيرها؟ حقا أنه يوجد فرق جوهري بين الكتاب المدرسي المخصص للناطقين بالعربية والكتاب المدرسي المخصص للناطقين بغيرها، والفرق يتمثل في أن الأول يستعمله تلاميذ ينتمون إلى الثقافة ذاتها ويتكلمون اللغة العربية التي يتعلمونها، أما الثاني فيستعمله طلاب لا ينتمون إلى الثقافة نفسها ولا يعرفون اللغة العربية. والكتاب المعد للناطقين بغير الناطقين باللغة قد يحتاج إلى التحليل التقابلي للغة العربية ولغة التلاميذ، بحيث تحدد ما تتفق فيه اللغتان وما تختلفان فيه للاستفادة من ذلك في معرفة الصعوبات التي يواجهها التلميذ في تعلم تراكيب العربية ونظامها الصوتي، كما يجب أن يتقص هذا الكتاب بيئة الطالب ومجمل حضاراته منطلقا له في تقديم الحضارة العربية الإسلامية. وهذا يعني أن الكتاب الذي يصلح لتدريس اللغة العربية لأبنائها قد لا يصلح لتدريسها للناطقين بغيرها. ولعل هناك أسئلة كثيرة تتعلق بإعداد هذا النمط من المناهج وإخراجها. فقامت البحوث والندوات، ومنها الندوة التي قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم، وكذلك ندوة تعليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، اللغة والثقافة والدين في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. إن كثيرا من مناهج تعليم اللغة العربية تنظر إلى اللغة نظرة دونية أو أقل سوءا أو أقل أحوال سوءا، تنظر إليها على أنها هيادية علمانية، وأن وظيفتها هي التواصل فحسب، مع أن اللغة وعاء الفكر والدين. وهذه النظرة غيبت تقديم الثقافة الإسلامية للعالم تقديما صحيحا، كما أنها نحت مضامين القرآن الكريم وآياته، فجاءت النصوص والوحدات الدراسية المشتملة عليها خيالية من أي نص قرآني أو حديث نبوي شريف. وهذا أمر مستهجن، إذ إن الإحصائيات المتعددة أظهرت أن 86% من الأسباب الرئيسية الكامنة وراء إقبال غير الناطقين بالعربية رهين بالرغبة في تعلم لغة القرآن وتحصيل معرفة
كافية بعلوم الشريعة الإسلامية، وهذا يقتضي الاستفادة من القرآن الكريم وجهود علمائه في تعليم العربية للناطقين بغيرها والتزود بالثقافة اللازمة لذلك، وهي مسألة لا تقل أهمية عن تعليم المهارة إن لم توقفها. ويمكننا القول أنه من الصعب على أي دارس أجنبي أن يفهم اللغة العربية فهما دقيقا بمعزل عن المفاهيم الثقافية المتخصصة أو المختصة بها، وكما أنه لا انفصام بين اللغة العربية من جهة والدين الإسلامي من جهة أخرى، فكذلك الأمر ينطبق على الثقافة الإسلامية. فليس من اليسير تعلم لغة ما دون التعرض لثقافة أصحابها وقيمهم واتجاهاتهم وأنماط معيشتهم وقائدهم. والثقافة العربية بعد نزول القرآن الكريم بلغة العرب صارت إسلامية، وأصبحت اللغة العربية لغة تعبدية يفرضها الدين الإسلامي أينما حل ويهملها معه حيثما انتشر. ولكن هذا لا يعني أن تكون مضامين المناهج تشتمل على ما هو ديني بحت، بل لا ضير في تدمينها من الثقافات والعادات التي لا تتنافى التي لا تنافي الدين أو تنقض أصوله أو تشوه صورته. فمضمون المنهج هو الذي يعطي اعتبارا للثقافة الشائعة، وكذلك في الثقافات الأقل شيوعا التي لها تعبيرها الخصوصي. وقياب هذا المنهج مردود إلى أن تعليم الثقافة العربية في هذا الكتب يتم دون دراسة علمية سابقة لها، فكيف ننادي بجعل اللغة العربية وظيفية فقط بقدر النظر عن السياق الديني والثقافي التي ترعرعت اللغة نفسها بين شنو أهدانها، إذ لا يتم الاتصال بين القرآن الكريم إلا باللغة العربية. وهذه الترجمات هي محاولات بعضها قاصر على بيان المعنى المحدد الذي أراده القرآن، بل إنه لا يتم التعبد بالقرآن إلا بتلاوته باللغة العربية. وكذلك الأمر ينطبق على بعض الشعائر الدينية من الشهادتين أداة الصلاة وبعض شعائر الحج، فوظيفة اللغة بهذا المفهوم المغيب للتراث الإسلامي يجعل من اللغة العربية لغة جوفاء لا تمت إلى أي حضارة بسبب ما يجعل الدارس الأجنبي الذي جاء خصيصي لتعرف خصائص الحضارة الإسلامية والثقافة العربية والإسلامية زاهدا في تعلمها. وفي هذا السياق يقول الرافعي: أما اللغة فهي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بقصائصه، فهي قومية الفكر تتخذ بها الأمة في صور التفكير وأساليب أخذ المعنى من المادة. أيضا تناول هذه الورقة الباسية أسس إعداد الكتاب. يفترض عمل دراسات قبل إعداد أي كتاب أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة به، مثلا: لمن يؤلف الكتاب؟ ما المستوى اللغوي الذي يؤلف له الكتاب؟ ما الرصيد اللغوي الذي سينطلق منه الكتاب ويستند إليه؟ ما المهارات اللغوية التي يقصد بها الكتاب؟ ما الأهداف التعليمية اللغوية التي يقصد بها الكتاب إلى تحقيقها في كل مهارة؟ ما هي طبيعة المحتوى في الكتاب وكيف سيعالج؟ أيضا هناك بعض الأسئلة التي وردت في هذه الورقة، منها: ما الوسائل التعليمية المساهبة وكيف يتم إعدادها؟ ما شكل الكتاب وما حجمه وما قواعد إخراجه؟ وتعد هذه الأسئلة المطروحة ليست جامعة مانعة لكل قضايا تالف الكتاب، فمن هذه الأسئلة يمكن أن تتفرع عشرات الأسئلة الأخرى والمهمة، وتعد الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة مدخلا مهما من مداخل إعداد المناهج، إعدادا علميا خاضيا لمعايير وأسس يداها المتخصصون وأصحاب النظر في هذا الباب. فليست الإبرة في كم الكتب ومدى فروعها، بل في قدرتها على إفادة الطالب الأجنبي منها إفادة تطيح له التواصل مع اللغة بعد تعلمها، أي أن يتعلم اللغة ثم أن يتزود من ثقافتها ويتعرف مظاهر الحضارة المرتبطة بها شأن أي ناطق بها. ومن هذه الأسس الاهتمام بمحتوى الكتاب الثقافي والفكري وتقديمه بصورة واضحة بعيدة كل البعد عن المظاهر الخلافية. فمن غير المنطق أن يعطي للأجانب نسا يتحدث عن الخلافات القائمة بين الأديان والطوائف والتيارات كالصراع بين السنة والشيعة مثلا، فإن الطالب الأجنبي إذا ذاك يتشتت بأكثر من قضية، والأولى أن يتم الكتاب بقضية واحدة لا جدال فيها،
انتقال الألفاظ والتراكيب السهلة الشائعة والابتعاد عن الألفاظ الغربية الغريبة مثلا والنادرة خصوصا في المستويات المبتدئة. التنوع في التمرينات والتدريبات مع تجنب الإغالة فيها. الاستعانة بالصور المناسبة لمحتوى المادة أو النص المعطى للطالب الأجنبي، فهي تقرب إلى ذهنه الفكرة يعني، وأن يكون هناك انسجام وملائمة بين الصورة وطبيعة الدرس أو طبيعة الدرس. التدرج المنطقي من الحسي إلى المعنوي ومن السهل إلى الصعب. سلامة المواد المعروضة من الأخطاء اللغوية والعلمية والتاريخية. الاهتمام بالهوارات الخسيرة التي يكثر دورانها في الوسط المحيط بالحياة اليومية. أيضا هناك بناء الكتاب المختص بالناطقين بغير العربية يتطلب جدولا وخطا يسير على وفقها بهذا الشأن. ولعل أغلب المناهج اتبعت في بناء مواد نظامها يتكون من وحدات دراسية أو درس أو وحدات أو دروس، ولا نظام السرد القائم على معالجة العناصر اللغوية معالجة فردية أو جماعية، ويبقى أن يتنى بالنصوص وتقديمها بصورة متنوعة في مصادرها وفي طرق أردها. حاجة فلمتا. نعم نعم نشكرك على هذه المداخلة. انتهى الوقت والبحث لم يخلص بعد. نعم شكرا. انتهى الوقت. نعم شكرا. شكرا لك على هذه المداخلة. بارك الله فيكم. الآن نتطرق إلى الدكتور إبراهيم برما أحمد. دكتور إبراهيم برما. إبراهيم برما أحمد من الشارع. نعم الخط لديه تعبان شديد. لا يمكنه الاتصال بنا. نعم إبراهيم برما. خط الدكتور تعبان شديد. الدكتورة أمال من المغرب هل هي متواجدة معنا؟ نعم. دكتور رضا نعم. حقيقة أن بحثك مميز وما تطرقت إليه يهمنا كذلك نحن كجزائريين، ولهذا يعني يستفز ويثري ويعمل كثير. تفضلي دكتورة أمان. طبعا لأننا أشقاء ولدينا هواس ثقافية كثيرة جدا مشتركة. كنت فقط أجيب دكتور رضا فقلت بأن أولا مصطلح شلوح بالنسبة للمغاربة هو اسم الأمازيغ سواء كانوا، لأن الشلوح المغرب ثلاثة مناطق، إذا سواء كانوا من منطقة الريف أو منطقة سوس أو منطقة زيان الجميع يسميهم شلوح. على أي الحقيقة أن هذه اللهجات المغربية هي جزء مهم من الهوية المغربية ولا تشكل أي خطر على أمن اللغة الفصحى صراحة. يعني في المغرب ليس المشكل مشكل لهجة لأننا نتواصل بها يوميا. المشكل نعم فعندما اخترت عنوان عنوان الأمن اللغوي لا يعني أننا فقدنا هذا الأمن في المغرب، بل هو إشكال مطروح نقوم بتحليل الواقع الذي يوصلنا إلى نتائج قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. ولذلك أنا أتفق مع الدكتور رضا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الخطر على الأمن اللغوي ولا نتمنى ذلك، ولكن باعتبار أنني أشتغل في ميدان التعليم منذ سنوات فألاحظ أن مستوى اللغة العربية عند المتعلمين بدأ يتراجع، وللأسف حتى عند الطلبة في المستوى الجامعي لصالح اللغات الأجنبية. إذن يفضلونها إما لأنها تفتح أمامهم مسالك علمية أو عملية في المستقبل، لكن هذا التراجع للغات العربية الفصحى لدى المتعلمين ستكون له انعكاسات حتى على مستوى الهوية. كما قلنا سابقا اللغة القومية هي هويتهم،
وكما نعلم فاللغة العربية هي لغة القرآن أولا. إذا ضاعت من المتعلمين الذين نأمل أنهم يحملون لبراس العلم والذين نأمل أنهم هم الذين سيحركون عجلة تنمية البلد ويحافظون على هويته، إذا ضاعت منهم اللغة العربية الفصيحة السليمة فهذا خطأ. لذلك لابد أن نستبق هذا الخطأ ونقدم حلول استباقية ونقائية قبل أن نقع في هذا المشكل. والحقيقة أن أكاديمية المملكة المغربية كانت خطوة استباقية، المبادرة كانت ملكية صحيح، وقد ضمت مجموعة من المثقفين، وهذه الأكاديمية إن سمحتم لي أن أذكر بعض الأهم لها. أولا تمثل الأكاديمية سلطة عليا تتسم بجودة قراراتها وأعمالها، بمعنى أنها إذا لاحظت أن هناك فوضى لغوية أو خطر يتهدد اللغة العربية فمن حقها أن تدخل ولها سلطة عليا. طبعا حصلت على مشروعيتها من ملك البلاد. المهمة الثانية أنها أن هذه الأكاديمية تتألف من شخصيات علمية مرموقة ولها القدرة على وضع الحلول المتجددة للتحديات وتخطيط تنفيذ الخطط، هذا ما أشار إليه أيضا الدكتور مشكورا. كما أن الأكاديمية تصبر على قيام البحوث وأدوات لغوية وتطوير الفعل. أنا عندي مشكلة في الخط مكان الرزومات ربما أحد المشاركين لا زال مكبر الصوت مشتغل لديه. أطلبي من مغلق المايكات يا دكتورة حورية. نعم هو شكرا أستاذة أمال، مع أننا لم نسمع مداخلتك بشكل كامل بسبب تداخل الأصوات مع بعضها البعض. فقط إذا تواجد معنا الدكتور إبراهيم برما أحمد. الدكتور إبراهيم برما يبدو أن الدكتور إبراهيم حاول عشرات المرات الدخول لكنه لم يستطع. في أحد الباحثين يقدم يقول أن له بحث أخذ بالكامل حرفيا، لا أدري ما أقول، هو محمد يعني فالموضوع يعني نحن من في المحكمة أو محكمة المشكلة. دكتور مصعب نترك هذه المشكلة لنحلها مع بعض بعد خارج الجلسة. نعم دكتور محمد إن شاء الله نعم. وستتم إذا ثبت ذلك أكيد. نعم إذا تب خارج الجلسة. نعم دكتور الآن نعم. فقط نتوجه للزملاء الحاضرين معنا دكتور رضا عمير حاول يرفع يده الكلام. نرجو الاختصار لأنه تجاوزنا الساعتين في هذه الجلسة دكتورة. على كل يعني عنده مداخلة باختصار شديد، وهي الدكتور علي علام أيضا يرفع يده. تفضله تفضل يا دكتورة شوف لمن رضا. نعم السلام عليكم مرة ثانية. مرحبا أشكر الدكتور مصعب. شكرا دكتورة حورية. حقيقة يعني لدي ملاحظات حول مداخلة الدكتور عوض، يعني عوض اللي قدم لنا مداخلة السودان. يعني حقيقة السودان يعني هذه فيها الكثير من اللهجات. هناك اللهجة النوبية، هناك اللهجة الزغاوية، هناك اللهجة الفور واللهجة السليتية واللهجة الباقة
والبرغو حوالي 6 لهجات كبيرة جدا في السودان. هذه اللهجات حقيقة أثرت سلبا على التواصل فيما بينها باللغة العربية. هذا الإشكال جعل منها حقيقة يعني منطقة يصعب التواصل واستعمال اللغة العربية في هذه الأقاليم، خاصة إقليم منطقة دارفور وإقليم منطقة بحر الشمال ومنطقة منطقة النوبة قرب نهر النيل وقرب الحدود مع مصر وغير ذلك من الحدود الأقاليم، جعلتنا حقيقة محطات لطرح إشكالات كثيرة على اللغة العربية. لذلك فنحن نتساءل ونسأل الأستاذ عوض، هل هناك من سياسة ومن توجيه من طرف دولة السودان وحكومة السودان في القضاء على وفي تطوير اللغة العربية وجعلها يعني لغة رسمية ولغة تواصل تقريب بين هذه القبائل، رغم أن هناك العصبية القبيلة التي تتحكم في هذه القبائل؟ وبارك الله فيك وشكرا. العفو دكتور عامر، نحيل الكلمة للدكتور علي. السلام عليكم. شكرا الدكتورة حرية على إدارتها لهذه الجلسة العلمية. شكرا للدكتور مصعب رئيس جامعة سليمان الدولية على هذا المؤتمر الناجح. شكرا لجميع المتدخلين الذين أغنوا هذه الجلسة بمداخلاتهم العلمية. فقط تفاعلا معكم فيما يخص بعض المواضيع التي نقشت منذ لحظات، أنا أعتقد بأنه أن المشكل الذي تعاني منه اللغة العربية ليس فقط اللغة العربية لوحدها، ولكن عندما نسأل الفرنسيين مثلا أو الإنجليز نجد الأمر نفسه من حيث تراجع هذه اللغات في بلدانهم الأصلية. لا يقتصر الأمر على اللغة العربية. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها وهو أنه لا ينبغي أن نتهم دائماً أن الدولة أو الدول هي المسؤولة أو الحكومة هي المسؤولة لوحدها، ولكن هناك مسؤوليات تتعلق بنا كأشخاص وكمربين، وهذا ما نلاحظه ربما تلاحظونه جميعاً. مثلاً بالنسبة للكل أو بعض جل الأسر أنها تفضل دائماً أن تعلم أبنائها اللغات العربية، تفكر دائما في إرسال أبنائها إلى الخارج وإلى الدول الأخرى لتعلم العلوم الدقيقة وغيرها، ولا تفكر منذ الصغر لا تفكر بتاتا في اللغة العربية. إذن المسؤولية نتقاسمها جميعا وليس فقط الدولة أو الحكومات أو غيرها. إذن هذه نقطة لابد من أن نركز عليها. فالشخص حتى النخبة المثقفة حتى النخبة الفكرية نجد عندها هذا التوجه، وهو أنها تفكر دائما في اختيار اللغات الأجنبية لأبنائها منذ الصغر ومنذ المراحل الأولى للدراسة. الإشكالية الثانية التي ألاحظها وهو تراجع عدد المقبلين على تخصص اللغة العربية وأدابها في الجامعات، وهذا ألاحظه في الجامعات المغربية، أنه بالنسبة لعدد الطلبة الذين يلجون إلى كلية الأدب مثلا، فعدد أولئك الذين يقبلون على هذا التخصص اللغة العربية وأدبها نجده دائما قليلا وقليلا جدا. عندنا هنا على مستوى جامعة فاس ألاحظ داخل كلية الأدب التي أنتمي إليها يعني عدد قليل وقليل جدا مقارنة مع تخصص اللغات الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو الألمانية. يعني الموضوع يشكل فعلا خطرا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد بحكم هذه القلة في عدد الوافدين على هذا التخصص في الجامعات المغربية. وشكرا لكم. مع السلامة. شكرا. بارك الله فيك.
صوت دكتورة. صوت دكتورة. شغل المايك دكتورة. نعم. عفوا كان المايك غير مفعل. نشكر الدكتور علي على هذه المداخلة القيمة والمعلومات مهمة جدا للعربية في المغرب. نعم. الصوت ليس من عندي متوقع. صوت واضح؟ صوت واضح؟ تفضلي دكتورة، واضح الصوت، في وشي خفيف عندك في الجهاز لكن الصوت واضح. تفضلي. معذرة. نشكر الدكتور علي على هذه المعلومات المهمة حول وضع اللغة العربية في المغرب. الآن له مداخلة أو تدخل أو أسئلة لطرحها حول الجلسات التي تطرقنا إليها قبل قليل. إذن نختم هذه الجلسة. نشكر جميع المتدخلين معنا في الجلسة الرابعة. السلام عليكم. جميع الحضور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. رفعنا أيقونة، استخدمنا أيقونة رفع اليد للمداخلة. يعني معلش هنالك فقط لحظات لو سمحتم. نعم. تفضل. بالنسبة للخلاء دكتور أعمال، اوكي، اريد ان الاشاده بهذه المداخله. فعلا مداخله قيمه جدا، لانه المفهوم الذي يعني ناولته الدكتور هو مفهوم حديث يرجع علم اللغه الاجتماعي وهو اضافه حقيقيه. يعني هذا النوع من الدراسات هو ما نحتاجه فعلا في دراسه اللغه العربيه. الصوت غير واضح. بل هو الحديث ماشي. على كل حال نحن عندنا جلسات اللغة العربية طويلة لكن دكتورة ساعتين وربع الجلسة استمرت، يعني الوقت طويل، فأرجو أنه الختام. نعتذر من المتدخلين الآن. نعتذر. نشكر جميع المشاركين في هذه الجلسة الرابعة من كل البلدان المشاركة: المغرب، السودان، تشاد، الساحل العاج. نشكرهم على المعلومات والتدخلات المهمة. نشكر الحضور الذين حضروا معنا للمشاركة في هذه المداخلة. نشكر كل القائمين على هذا المؤتمر القيم. نرجو من الحضور والمشاركين المؤتمر نشكر الحضور، نشكر الاستماع من الجميع، نشكر الباحثين، ونشكر كل من قدم مداخلة وكل من ناقش في هذه الجلسة العلمية، وإن شاء الله نلتقي في جلسات قادمة. الله يعطيك العافية دكتورة حورية.